لماذا فجأة ميسان ظهرت وانفجرت في هذا التوقيت بالذات؟ قاضي يتم اغتياله، اليوم شخص أيضا يتم اغتياله تابع للتيار الصدري، تغييرات أمنية، ومع هذا لا يوجد احترام حتى للإجراءات الحكومية التي أجرتها خلال هاليومين. يعني بداية تحية لك وتحية لزميلتك وتحية لمشاهدي قناة التغيير. يبدو أن هنالك انفلاتا أمنيا متراكما في يعني في ميسان، وأيضا زيارة السيد الكاظمي، هنالك من يريد أن يوصل رسالة إلى السيد الكاظمي، هو وأيضا يوصل رسالة للأجهزة الأمنية بأن هنالك هذه العصابات التي حقيقة أصبحت تتحدى سلطة الدولة العراقية وتتحدى سلطة القانون. يعني أعرج قليلا على موضوع اغتيال السيد الساعدي رحمه الله. السيد الساعدي كان يعمل في أخطر ملف، وهو ملف المخدرات، وطيلة بحسب ما أمتلكه من معلومات ومن زملائه هذا الرجل الحقيقة كان يعمل بإخلاص ولم يرضخ لتلك العصابات التي كانت تحاول أن تستميله في أكثر من مناسبة، تارة بالابتزاز وتارة أخرى بالتهديد وبالوعيد وتارة أخرى بتقديم له الأموال حتى يعفي عن أو يصدر أحكام. إنما هو كان شرسا من ناحية القانون، لأن هؤلاء حقيقة بدأوا يفتكون فتك شديد بشبابنا ويصدرون إليه المخدرات. للأسف هنالك لا يوجد ضبط حدود من قبل إيران. إيران اليوم حقيقة علينا أن نعترف صراحة أصبحت هي من تغذي العراق، وهي من يقوم عبرها هؤلاء المجرمون بإدخال المخدرات بأنواعها وإفساد عقول الشباب. نحن حقيقة بدأنا نخسر الكثير، بدأنا نخسر الشباب. هؤلاء الذين يتعاطون المخدرات في العراق من كلا الجنسين حقيقة لا تتعدى أعمارهم 40 عاما، هذا يدلل على أن هنالك من يسعى إلى تدمير الشباب العراقي. أنا أعتقد هنالك من يريد أن يقول للسيد الكاظمي نحن عصابات منفلتة، هذا يعود إلى أن هنالك تراخيا أمنيا، ويجب على الأجهزة الأمنية ويجب على السيد الكاظمي الآن بالتعاون مع العشائر. أنا لا أتكلم عن العشائر التي تستخدم الآن أيضا السلاح، وهذا كما يقال يعني يضر بالحكومة العراقية. الحكومة أعان الله الحكومة العراقية، الإرهاب من جهة وضربات داعش من جهة، والآن يضاف إليها السلاح المنفلت وتجار المخدرات وكذلك هذه العصابات التي تختال قاضي هنا وتختال مسؤول هنا وتختال يعني هذا كله يجب على الحكومة العراقية أن تتحرك سريعا، وتشكل غرفة عمليات من أجل أن تقوم بعمليات اعتقال. أنا أعتقد أن الأمور ربما في مقبل الأيام إذا لم تتحرك الحكومة العراقية وتتحرك الأجهزة الأمنية، أنا أعتقد إن الأمور يعني ستنفلت في المحافظة وربما ستنتقل إلى محافظات أخرى، وهذا الخطر، لأن هذه حقيقة هذه العصابات لها شهية القتل.